اريد اسمع سوالف بيها ثرمل. انا مداين خلق خلق براد ينخل ما يخلص بي محيط وما خلص خلق. انت لغتك البغداديه الخالصه المفهومه لكل العراقيين. اذا عندك تهون العشره والايام عند ايام لك من روحي شنسى عند ايام اضحي بروحي ذات العاد شل بروحي ذا ما اليوم علي يونس ادى اعداء بالوسط الشعري ولا قصيده انا كاتبها على حالي امانه الله وين القلي شبه وانت عكس الناس كل الناس واحد وانت وحدك كل الله بكت والتم دمعها تشابك بعطر ما كنت ادري هيك بسرعه من تروحها هلها بلحظه باقه ودنيا من امرها بلحظتها عشت دور المشى بتابوت متت ومنيت اصيح الشايف بزغر.